سائق غاضب يقتل أما من لاس فيغاس. تبحث الشرطة عن هذا المشتبه به المغفل بعد أن قتل أما تبلغ 44 عاما في لاس فيغاس. حيث كانت الأم تامي مايرز تعلم ابنتها البالغة 15 عاما القيادة في مرآب والتر جانسون جونيور. في طريقهم تسجلوا مع ثلاثة رجال يقودون سيارة فضية. حاولت تامي التي تعمل بالتمريض أن تتحدث مع هؤلاء المغفلين الذين بدأوا يصعدوا من عنفهم، فهربت الاثنتان إلى بيتهما. فلحق بهم الرجال إلى البيت الواقع في مات شاستا سيركل. اختبأت الفتاة لكن الأم لقت مصرعها بعد أن أطلق عليها النار من النافذة. أصيبت المسكينة في رأسها وخرج ابنها البالغ 23 عاما وأطلق النار على السيارة التي هربت. وتفيد الشرطة أن السيارة مخدوشة على الجانب الأمامي من جهة السائق. تبا لكم يا أوغاد.